موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قال الشيخ سعد رحمه الله: قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهجهم في مرضاته وسبلوا نفوسهم في طاعته، يعني كأن نفوسهم بذلت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمنهم من قضى نحبه، أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيء. ومنهم من ينتظر، يعني ينتظر تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله، فهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد. وما بدلوا تبديلا، يعني ما بدلوا كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على العهد لا يلوون ولا يتغيرون، فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين بصدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يقول: أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب، فيجزي الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين، أي الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه، ويعذب المنافقين إن شاء، أي إن شاء تعذيبهم بأن لم يشأ هدايتهم، بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم، أو يتوب عليهم، يعني أن يوفقهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: إن الله كان غفورا رحيما، أي غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثروا من العصيان إذا أتوا بالمتاب، يعني إذا تابوا إلى الله سبحانه، رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه، أي من الذنوب. والآية فيها الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والسنة بيّنت ذلك في حديث أنس بن مالك، قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر: من المؤمنين رجال صدقوا. وقصته معروفة في البخاري ومسلم، وعند مسلم كانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهذه تعطينا رسالة أن على المسلم أن يجتهد في تكميل قربانه الذي يتقرب به إلى الله، قربان الإيمان والعمل الصالح، والاجتهاد في تعلم هذا الدين ونصرة هذا الدين والعمل بهذا الدين بين الناس، لأن أهل الإيمان يتفاوتون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مع أن أهل الإيمان لديهم هذا الصدق لكنهم يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما. فالصادق الذي حرص على تكميل إيمانه يبذل ما في وسعه نصرة لدينه، لدين الله سبحانه وتعالى، فالإيمان يزيد وينقص، والصدق من الإيمان.
ففرق بين من يحرص على تعلم هذا الدين والعمل به ونصرته والدعوة إليه، وبين من اقتصر على مجرد الانتساب لهذا الدين لا يتعلمه ولا ينشره بين الناس ولا يدافع عنه، فرق كبير. ولذلك تجد الخاتمة: ليجزي الله الصادقين بصدقهم إثبات العدل الإلهي، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فمن صدق وجد جزاء صدقه، ومن بدل وغير وجد أيضا الجزاء، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما، تبين وتبرز خطر النفاق، وأيضا دعوة إلى التوبة وتحصيل المغفرة، التوبة إلى الله عز وجل من النفاق سواء كان النفاق الأكبر أو الأصغر، والأخذ بأسباب تكميل وتقوية الإيمان لتحصيل المغفرة والرحمة، إن الله كان غفورا رحيما. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.